هي مع انطلاقة شوطنا السابع في تعداد أشواط صباح هذا اليوم، الشوط السابع وهو الشوط الخاص بالإذاعة الجعدان المحليات الأصايل بشعارات أصحاب السمو الشيوخ في مسافة ورحلة 5 كيلومترات، انطلاقة سليمة ورائعة كما يتمناها الجميع مع هذا الاندفاع المباشر، مع هذا الاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع الأمتار الأولى. نسير بالصدارة ونبحر بمقدمة هذا الشوط كي أرى اللي اندفع بناموس هذا الشوط منذ البداية، شاهين لسعيد بن سيف بن عبيد بن كديدة على المقدمة والصدارة، يلي مع المركز الثاني، مع المركز الثاني أرهني شاهين لمسري بن سالم بالعرطي الحميري يتقدم مع المركز الثاني ومع المركز الثالث من الجانب الآخر. القدوم والتسلل في هذه اللحظات مع الانطلاق المتميز، نتابع زعزاع محمد بن راشد بن عبيد بن سالمين المنصوري والانطلاق المتميز لمثير العوض بن قنازل العامري، ينطلق ايضا مع المركز الرابع خامس التحديات رهني الشارد بشعار ماجد بن علي بن سالم الكتبي، ينطلق مع المركز الخامس الدور دور المركز السادس، وارى القدوم والتسلل من الاسد لياسر بن بخيت بن سعيد الخيلي يتقدم مع المركز السادس، المركز السابع رهني شاهين لعتيج بن محمد بن عطشان الهاملي ينطلق مع المركز السابع، والثامن التحديات غازي لراشد بن محمد بن غالب المنصوري ينطلق مع المركز التاسع، والقدوم في هذه اللحظات والتسلل، التسلل لمشعل محمد بن عبد الله بن علي العفاري يتقدم مع المركز التاسع، وعاشرا مشاهدينا متابعينا الكرام الظبيل علي بن محمد بن هلي الهايري. هذه نتيجتنا، هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام للمراكز المتقدمة والمندفعة بناموس هذا الشوط في شوطنا السابع على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم تحفة الميادين بدانة الدنيا دبي. لنا عودة مع الصدارة والبداية والمقدمة والتحديات رائعة، الانطلاقات المتميزة، ولكن أرى التسلل، أرى التسلل من الجانب الآخر، أرى شاهين انطلق بالصدارة بشعار مسري بن سالم بالعرطي الحميري من قاد المجموعة، ولكن من الجانب الآخر، من الجانب الآخر أرى مثير مع المركز الثاني بشعار عوض من قنازل العامري ينطلق ايضا بتحديات هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله، المركز، المركز الثالث الشارد المايد بن علي بن سالم الكتبي يتقدم مع المركز الثالث ورابع التحديات، نتابع الاسد لياسر بن بخيت بن سعيد الخيلي، ولكن من الجانب الاخر، من الجانب الاخر مشاهدينا متابعينا الكرام التقدم ايضا، الانطلاق المتميز لزعزاع محمد بن راشد بن عبيد بن سالمين المنصوري ينطلق مع المركز الخامس، والسادس التحديات شاهين لسعيد بن سيف بن عبيد بالكديدة ياتي ايضا مع المركز السادس، المركز السابع القدوم لمشعل محمد بن عبد الله بن علي العفاري، وثامن التحديات المركز الثامن. المركز الثامن القدوم من شاهين لعتيج بن محمد بن عطشان الهاملي ينطلق ايضا مع المركز الثامن، وتاسع التحديات المركز التاسع الظبي لعلي بن محمد بن هلي الهايري، بينما انطلقنا مع المركز العاشر بأرى حشيم لسعيد بن راشد بن غدير الاكتبي يتقدم مع المركز العاشر. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام، ندان الثاني، ندان الثاني، اكملنا للعشر المراكز المتقدمة في هذا الشوط، ولكن لنا عودة، لنا عودة مع الصدارة ومع البداية والمقدمة والتحديات الرائعة، الانطلاقات المثيرة مشاهدينا متابعينا الكرام، لنا عودة، وارى هناك ايضا اللي قاد المجموعة، اللي قاد المجموعة، نتابع مثير اللي انطلق بناموس
الدوسي هذا الشوط ما شاء الله تبارك الله. عوض بن قنازل العامري، من يتابع من يتابع انطلاقة مثير اللي قاد المجموعة ير هذا الشوط بالفعل مع الأداء المثير مع العرض الرائع. ولكن الشارد لمايد بن علي بن سالم الاكتبي مع المركز الثاني، المركز الثالث الأسد ياسر بن بخيت بن سعيد الأخيل يتقدم مع المركز الثالث، المركز الرابع التحديات من شاهين لمسري بن سالم بالعرض الحميري، والظبي قادم بكل قوة ينطلق أيضا مع المركز الرابع لعلي بن محمد بن هلي الهايري والشعار الربيعي يتقدم بأول ندى، يتسلل الهملول للذيب بن علي بن سالم الربيعي المنصوري يتقدم أيضا ينطلق مع المركز الخامس. سادس التحديات المركز السادس من الجانب الآخر أرى هناك أيضا شاهين لعتيج بن محمد بن عطشان الهاملي ينطلق مع المركز السادس. سابع التحديات نتابع 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 مشعل لمحمد بن عبد الله بن علي العفاري ما شاء الله تبارك الله. التحديات مثيرة والقدوم القدوم من حشيم لحمد بن خليفة بن رشيد السويدي يتقدم مع المركز السابع. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام للمراكز المتقدمة، ولكن لنا عودة، لنا عودة مع الصدارة مع البداية مع المقدمة والتغيير اللي طرى وجرى على المقدمة. شعار الذيب بن علي بن سالم الربيعي المنصوري ينطلق مع هملول قاد المجموعة، ولكن مثير مثير من الجانب الآخر ما شاء الله تبارك الله ينطلق مثير أيضا مع المركز الثاني لعوض بن قنازل العامري. واللحظات اللحظات الأخيرة صدرت الأوامر، انطلق الجميع مشاهدينا متابعينا الكرام ما شاء الله. هملول ومثير، مثير وهملول، ولكن مثير هو الأقرب. بدأ يتسلل في اللحظات في اللحظات الأخيرة ما شاء الله تبارك الله. اسعدت صباحا يا هالي العين وهالي العراد أيضا بالقطاع الجنوبي. تهانينا عوض بن قنازل العامري على فوز مثير بالمركز الأول، لحظات وصوله إلى خط النهاية. تهانينا لعوض بن قنازل العامري على فوز مثير بالمركز الأول. المركز الثاني الذيب، المركز الثاني الذيب، المركز الثاني هملول للذيب بن علي بن سالم الربيع المنصوري. المركز الثالث، المركز الثالث لحمد بن خليفة بن رشيد السويدي. والمركز الرابع ينطلق في الشارد لمايد بن علي بن سالم الاكتبي. وخامس التحديات الظبي لعلي بن محمد الهايري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للمراكز المتقدمة، ولكن لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول مثير إلى خط النهاية. يأتي بتوقيت زمني مقداره 7:49 بالوفاء والتمام. تهانينا لعوض بن قنازل العامري على فوز مثير بالمركز الأول، بينما اللي وصل مع المركز الثاني هملول 7:49 أربع أجزاء من الثانية. تهانينا لمالكة الذيب بن علي بن سالم الربيعي المنصوري ومع المركز الثالث. هذه لحظات وصول المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام. حشيم يصل مع المركز الثالث لحمد بن خليفة بن رشيد، لحمد بن خليفة بن رشيد السويدي يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 7:50 و7 أجزاء من الثانية.